صلاه العيد ديك العام اغلاق كنا احنا كورونا هذه ماشي مشكل كان ديك الساعه بنان شويه داك كان حضر بزاف ما دابا في اسواق عامره المحلات عامره القهاوي غيحلوا لا ضروري لا ضروري صلاه العيد وجمعات كتقام جمعه راك راه تبارك الله راك تكون واحد هذاك الشيء يعني الا حليتو الجمعه غيحلوا صلاه العيد علاش العام ثاني عند التوالي وكيقول لك تنقولات شنو حنا عندنا واحد حنا عندنا ما كاينش واحد بحال قلتي القرارات كيجيو عشوائيه ما كاينش واحد بحال قلتي كي جات ديال الكلمه ما كاينش واحد القرارات مبنيه وما كيكونش داك الشيء فهمتي اساسا ما كيكونش واحد التشاور داك الشيء داكشي كيجي بالليله واضحه شي وقع لك ملي بدا رمضان كان الحالات في الجزائر قرب يصير رمضان الحالات بداو كيهبطوا راه شويه هذا هو السؤال المطروح حنا بغينا نعرفوا شنو هو فين ضروري الاجواء ديال العيد خصنا ضروري نعيشوا هذا القرار اللي قرروا يعني ديال منع صلاه العيد شويه صعيب ولكن بالنسبه للكورونا وداك الشيء بالنسبه لجائحه الكورونا داك الشيء علاش الناس دايرين الاحتياطات باش ما يمشوش يصلوا في المساجد يقدر شي واحد تكون فيه كورونا ولا شي حاجه يقدر يعادي كل شيء في المساجد داك الشيء علاش هما خايفين باش ما يتصاب حتى شي واحد يعني الانسان اللي بغى يصلي يصلي غير في دارو صافي خويا اللي دارت السلطه هي اللي كاينه واش حنا ضد السلطه المغرب مراقبينه حنا مراقبين المغرب الدوله مراقبه دول اخرى دول اخرى واش واقع لهم هذا الفيروس ديال كورونا راه باين في العالم كله راه امراض كثيره وهي في النظريه ديالي انا الانسان يصلي في دارو احسن خذ راحه في نفسك خذ راحه في نفسك العيد ريح مع العائله ديالك ووليداتك خذ راحه في نفسك انت خرجتي كاع صلاه العيد اش غادي يوقع كاع هادشي كنعرفو الانسان ما يصبرش واحد العام ما يصبرش واحد العام بعدا راه الدنيا صغيره اليوم غدا ورمضان مشى على الباح سيمانه وغدا العيد صلي خويا في دارك وريح ولبس حويجات ديالك وريح حدا وليداتك وارتاح مع راسك حتى شي حاجه واش واحد كيقول لك سير خذ راحه في نفسك حتى ضده الطبيب كيقول لك مريض كتمشي عند الطبيب انا نعطيك مثال بسيط مشيتي عند الطبيب كيقول لك مريض هاني عندك خذ وريح في دارك واش ضد هذيك الفكره انا عطيتك غير الطبيب واش ضد الطبيب اللي قاري الطب وقاري الجسم كله خذ راحه في نفسك وسير تريح وريح قدام وليداتك وحط الحلويات وحط المسائل ديالك ونضحك مع راسي شحال غادي تريح 10 ديال وثلاثه السيمانات بحال اللي قالت واش تخير من الدوله هادوك راسهم سخون باش نكونوا واقعيين حنا من اللي حقي حقه لا حريه التعبير كنقولوا اللي حقي حقه واش حنا ضد الدوله واش هاد الامه قاعده الدوله واش بنادم كيخاف عليك كيقول كان انا كنخاف عليك باش ما تعطرش عليا في السبيطارات بزاف خذ راحه في نفسك وريح في دارك هاد العيد ما كاينش العام الجاي غيكون عيد باذن الله اعتقد بان هذا الاغلاق غير مبرر لماذا اعتقد بانه هو جا تابع سميتو القرار الاول ديال الاغلاق ديال صلاه العشاء والتراويح وكذلك الفجر يعني وختمتها الحكومه بهذه القضيه هذه ديال منع العيد فانا اعتقد لا يوجد مصوغ زعما تيخلينا منطقي يخلي سميتو يحرموا المغاربه من هذه الشعيره ديال اداء صلاه العيد فانا يعني سميتو يعني ضد هذا القرار اللي تاخذته سميتو الجهات المسؤوله منعوا علينا العيد منعوا علينا التراويح ففي الوقت اللي كان المغرب تيوصل ل 5000 حاله ديال حالات كورونا كان اخويا كل شيء عادي ملي جا دابا ملي ولا 880 50 وعاد الاغلاق مهم في كل الديانات وفي جميع الاعصار والامصار المؤمنون يحبون ان يلتفوا بعضهم بعض في المناسبات وهذه مناسبه ما دام الظروف استثنائيه ويقال ان صيانه الابدان قبل صيانه الاديان فلا ضير عليهم ان تخلفوا سنه او سنتين وشهور ايام الله المهم وترجمه الشعور الديني والايمان والقوى الايمانيه الى علاقه بشريه انسانيه نبيله اما الطقوس من اجل الطقوس والتجمهر من اجل التجمهر فهذه اعمال غوغائيه.